ما حكم الهجرة إلى بلد الكفر في قصد الرزق وبعد ذلك طال الوقت والخوف من الضياع؟ لا مش عارف الأخ يقصد إيه هذا السؤال. وبعد ذلك طال الوقت، الأخ جاء لطلب الرزق ثم طال وقته هنا وهو يخشى الضياع، فما حكم ذلك؟ أرى أن يرجع إلى بلد الإسلام، ولا يجوز أن يبقى في بلد الكفر ما دام يخاف على نفسه. نعم. وليقرأ الآيات والأحاديث في تحذير بقاء الإنسان في بلد الكفر إلا لضرورة، وطلب الرزق حاصل سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام. نعم.